ومعي على الهاتف من بيروت معالي وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط السيد ميشيل فرعون. معالي الوزير، مساء الخير. ماذا نتوقع غدا عندما يصل الحريري إلى بيروت؟ ماذا نتوقع؟ ما هي الخطوة القادمة للبنان؟ مساء الخير. طبعا لا بديل عن عودة الرئيس حريري إلى بيروت، أكان كوزير رئيس وزراء أو رئيس وزراء مستقيل لتجميد الاستقالة وبدء حوار، أو للاستقالة وبدء حوار، وطبعا بمسألة توقيف الأعمال، لأن يعني المؤسسات اللبنانية اليوم مشغولة بغياب الرئيس حريري. فنتوقع حقيقة أن يكون هنالك حوار جدي وصريح حول إعادة التزام الجميع على مسألة تحرير لبنان والنهي عن النفس عن الصراعات والأجواء الإقليمية، لا سيما الصراع السوري، وكل ما كان موضوع اتفاق، إن كان في محطة انتخاب رئيس جمهورية، إن كان في محطة تأليف الحكومة. هذا هو الأساس طبعا مع عودة الأمور إلى نستطيع أن نقول نصابها، ولو أننا دخلنا في أزمة سياسية داخلية. لكن يعني الرئيس عون النهارده بيتحدث عن النأي بالنفس، يعني ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن مائدة الحوار ستتضمن الطلب من حزب الله الخروج من الصراعات الإقليمية مثلا؟ يعني النأي بالنفس هذه كلمة واسعة، ما مدى تطبيقها على الأرض معالي الوزير؟ يعني نشوف الهدف، يعني الهدف اولا هو تثبيت الاستقرار الداخلي. طبعا هنالك في لبنان اتفاق سياسي على الامن شامل وجامع، انما هنالك خلافات سياسيه. فبالطبع يعني المطلوب اولا ان لا نتدخل في او ناتي بالمشاكل الاقليميه الى لبنان ونتدخل فيها، وهذا من جهة. ومطلوب أيضا تحييد لبنان عن هذه الصراعات وتطبيق القرارات الدولية والتعاون مع المرجعيات العربية في هذه المسائل، والمطلوب أساسا عدم زج لبنان في هذه الصراعات. فهذه طبعا هي عناوين، البعض منها يرتبط أيضا بنقاش جدي وإعادة استئناف نقاش حول استراتيجية دفاعية والسلاح تاج الدولة. طيب الآن وصلنا أن الرئيس الحريري قد غادر القاهرة ربما إلى بيروت على ما أظن طبقا لصحيفة الشرق الأوسط، الحريري يغادر القاهرة إلى بيروت بعد لقاء السيسي. يعني كوزير معالي الوزير، هل شخصيا ستطالب الرئيس الحريري بالرجوع عن الاستقالة؟ الحكومة ماذا ستطالب الحكومة الرئيس الحريري؟ هل ستطالبه بالرجوع عن الاستقالة أم ستطالبه بالعودة إلى مائدة الحوار وربما ندوس على زرار الريسات ونبتدي التسوية من بدايتها مرة أخرى؟ نحن بالطبع يعني هنالك بضع ساعات عن عودة الرئيس الحريري بعد أسبوعين، فأولا يعني نأمل أن يأتي طبعا وأن يكون هنالك المواقف أن تطلق من لبنان أولا. ثانيا نحن يعني إذا كان مسألة ليس عودة عن الاستقالة، تجميد الاستقالة لنقاش أسباب الاستقالة عمليا ونعود إلى الاتفاق والالتزام الجميع بالاتفاق لتحييد لبنان، أو الاستقالة وإعادة التكليف وأيضا فتح هذا النقاش. فمسألة النقاش حول بعض المسائل يعني لا مفر منه، وإذ أننا ننتظر عودته لما ندخل مجددا في بعض المزايدات، ويكون هناك مجال في دخول في صلب المواضيع التي تحتاج نقاش اليوم، لما فيه طبعا تثبيت الاستقرار السياسي، وإلا يعني سنبقى
بحلقة مفرغة بأزمة سياسية. أنا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت الوزير ميشيل فرعون وزير الدولة اللبناني للشؤون التخطيط.